بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. وأيامكم سعيدة بحلول عيد الغدير الأغر يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. فللحوائج الصعبة المنال جدا تصلي ركعتين كما قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام في نصف الليل أو الثلث الأخير من الليل، يعني بعد منتصف الليل. وبعد الصلاة عندما تصلي الركعتين بعد الصلاة تقول يا أبصر الناظرين، وأسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أكرم الأكرمين، يا أحكم الحاكمين. وبعدها ترفع يديك بالدعاء وتطلب حاجتك فإنها مقضية إن شاء الله تعالى. وكما يقول الشيخ محمد نصر الله البروجردي، هذا المؤمن العارف يقول بأن الحوائج تقضى من خلال هذه الصلاة. يقول لأني جربتها بنفسي فوجدتها نافعة سريعة الأثر في الوصول إلى المراد. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.